في الأيام القليلة الماضية عقد أو عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية جلسة رسمية برئاسة قداسة البابا تودروس الثاني، وذلك في المقر البابوي في دير القديس الأنبا بشوي بوادي النطرون. حضر الجلسة 97 عضوا، واعتذر عن الحضور عدد من الأعضاء بسبب قيود السفر المفروضة في بعض الدول مثل إنجلترا وكندا وأستراليا، والبعض الآخر بسبب الظروف الصحية الخاصة. كان هناك بيان من الكنيسة وقال أنه في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، ناقش الحاضرون خدمة الكنيسة خلال الفترة الماضية، خاصة التطبيقات الإلكترونية البديلة وكذلك الدراسة البحثية التي قام بها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية لرصد الخبرات العديدة من الإيبرشيات والكنائس خلال العام الماضي 2020. كما ناقش المجمع عدة توصيات مرفوعة من لجانه المجمعية بخصوص التالي: نمرة 1، الاهتمام بنشر الوعي بمسؤولية كل فرد تجاه المجتمع، اتكلم عن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتلقي اللقاحات. نمرة 2، تشجيع المدارس والحضانات التابعة للكنائس بالتنبيه على الطلبة بعدم التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة. نمرة 3، وضع ميزانية لدعم التعليم والصحة لأبناء المسجونين وتأهيل الخارجين من السجون نفسيا ومهنيا. ونمرة 4، مساندة الدولة في جهودها التنموية وخاصة المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة و100 مليون صحة وما شابه. أيضا تشجيع أبناء الكنيسة للاستفادة من هذه المبادرات بالتنسيق مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية. ويعني كانت دي أغلب بيانات وأغلب محتوى بيان المجمع المقدس بعد اجتماعه. طبعا احنا كأقباط وبعد ما اللي بنتابعه من عدة قضايا مهمة للأقباط، سواء اختفاء القبطيات قاصرات أو بالغات أو اعتداءات على أراضي أديورا والتفريط والتنازل عن أراضي أديورا عديدة، أيضا ظاهرة القضاء وتراخي القضاء في قضايا الأقباط، أيضا قضايا النشطاء الأقباط وعلى رأسهم رامي كامل وباتريك جورج أيضا، وهناك العديد أيضا من القضايا اللي كنا بنتوقع إن المجمع المقدس يعني يصدر منه ولو طلب إلى الدولة أو إلى وزير الداخلية مثلا بإعادة جلسات النصح والإرشاد والعديد من هذه القضايا التي تهم الرأي العام القبطي. لكن إن احنا نطلع ببيانات تتكلم عن الإجراءات الاحترازية واللقاحات وعدم التنمر على الطلبة في المدارس من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل الخارجين من السجون فنيا ونفسيا ومهنيا ومساندة الدولة في جهودها التنموية، دي يعني دي توصيات ممكن تكون توصيات اجتماعية تصدر من الكنيسة، مش محتاجة تجمع للمجمع المقدس. كان هناك اهتمام وكان هناك انتظار من الرأي العام القبطي اللي كان بينتظر قرارات تهمه في القضايا اللي بتحدث للأقباط. الآن معنا على التليفون الأستاذة الكاتبة والباحثة القبطية ميرفت النمر. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ هاني. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب وكل الساده المشاهدين طيبين بمناسبه الصيام الكبير. وحضرتك بالصحه والسلام. نحب نعرف من رايك، من حضرتك رايك على قرارات المجمع المقدس اللي للاسف طلعت مسانده للدوله واتكلمت عن
مساندة الدولة ومسؤولية الفرد تجاه المجتمع. خليني بداية كده أقول لحضرتك، أولا أنا مش موافقة على كلمة المجمع المقدس، هو اسمه المجمع الأسقفي، دي أول حاجة. الحاجة الثانية حضرتك، النهاردة الناس كتيرة قوي كانت منتظرة أن يطلع المجمع الأسقفي بقرارات، يعني كانوا منتظرينها في الأحوال الشخصية، في القبض على النشطاء الأقباط، في مشكلة الناس المسجونين اللي المفروض يطلع لهم قرارات عفو، كان المفروض المجلس يتكلم فيها، المفروض كانت البنات اللي بتتخطف كل يوم والتاني كنا نلاقي إجابة أو نلاقي قرارات صدرت بخصوص هذا الملف. كنت أعشم أو أتعشم في أني ألاقي في قرار باتخاذ خطوات ثابتة وبداية إنشاء مجلس ملي جديد، لأن المجلس الملي الجديد ده هيكون بمثابة المجلس التشريعي. في دولة تبقى من غير مجلس تشريعي ومن غير قوانين تسن من أجل مساندة هذه الدولة؟ فالكنيسة النهاردة المفروض يكون ليها أسس ونظم بتنظم الكنيسة نفسها وتنظم دور الرجل الدين داخلها، لكن النهاردة للأسف طلعت القرارات اللي اتخذها المجمع الأسقفي فكانت مخيبة للأمال. احنا كنا متعشمين كمان ان يصدر قرار بان هم ينجدوا الدولة في ان يرجع تاني النصح والإرشاد، يرجع تاني ان البنت او الولد اللي بيشهر اسلامه ده يكون اهله ليه مقابلة قبل ما يكمل اجراءاته. لكن ايه اللي قالوه؟ يعني النهاردة الكلام ده ممكن يتقال في وسط كنيسة، الكلام ده ممكن يتقال في وقت بعد قداس، الكلام ده ممكن يتقال على الاجتماعات العامة بتاعت الشعب. لكن ايه يعني، هما كان الاجتماع ده كان ايه مغزاه علشان يعرفونا احنا هنحترز ازاي؟ هو كان ده دور المجمع الاسقفي ان احنا ده دوره؟ يعني هو ده الدور بتاعه؟ عندنا كارثة تانية حضرتك يا استاذ هاني، في ناس كتير من بتوع الاحوال الشخصية عندهم احكام قضائية بالطلاق ومش عارفين ياخدوا تصريح. كنت اظن وكنت اتعشم ان هم يناقشوا النقطه دي، يناقشوا الناس اللي مش عايزه تعمل الشر وبتتطلق وبتدفع الافات وبتتمرمط في المحاكم عشان تحصل على حكم الطلاق، ان الكنيسه قالت لهم هاتوه. طب يروح يجيب حكم الطلاق، بعد ما يجيب حكم الطلاق يفاجئ ان هو الاسقف مش عايز يديله. طب ليه؟ ما انت الكنيسه اللي قالت له روح جيب لي يا ابني حكم طلاق مدني. في ايه؟ وكل اسقف بفتوى كاننا في دويلات صغيره، ان الكاتدرائيه في العباسيه ليها راس وكل ابراشيه ليها راس. ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها كده. يعني انا بصراحه انا متعجبه وفي حيره. طب كان الاجتماع ليه وكل واحد ساب مشغله في الابراشيات بتاعته في اسقفيته وجاي عشان يحضر الاجتماع اللي عاملاه الكاتدرائيه او عامله البابا؟ هو ده يعني اللي احنا كنا منتظرينه؟ طب بتجتمعوا ليه؟ يعني فين القضايا الهامه اللي بتخص الناس وعلى راسها قانون الاحوال الشخصيه؟ فين؟ الناس منتظره يعني متشوقه لقانون يطلع ينصفها. من 2013 واحنا عمالين نعشم بتوع الاحوال الشخصيه، خلاص ده القانون هيسن، لا لا ده القانون احنا القانون عملناه، لا 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 ما تقلقوش ده القانون مش عارف ايه، في ايه؟ ليه بيعملوا في الولاد كده؟ ليه بيعملوا كده فينا؟ يعني انا عايزه انا مش قادره افهمه. طب كان الاجتماع ليه؟ انا عايزه حد يرد علينا يقول لنا كان الاجتماع ليه؟ ايه اللي طلعنا بين الاجتماع ده؟ يعني انا مش لاقي حاجه بصراحه. أي انا مستعجبه. فين اي قرارات تطلع عشان البنات اللي بتتخطف؟ فين القرارات اللي بتطلع علشان الاعتداء على الاقباط؟ فين القرارات اللي بتطلع علشان الجلسات العرفيه؟ فين القوانين اللي طلعت عشان جلسات النصح والارشاد؟ فين القوانين اللي طلعت عشان التشريعات الجديده بتاعت الاحوال الشخصيه؟ هم كانوا مجتمعين ليه اساسا؟ يعني المفروض النهارده ده لو جمعيه خيريه بثلاثه ساغ ولا مؤسسه بيكون في الاول في حاجه اسمها الجلسه، الجلسه دي تحدد الاعمال بتاعتها 1 2 3. هم اساسا لما يعني اعلنوا ميعاد الجلسه وميعاد الاجتماع بتاعهم كان ايه خطتهم اللي موجوده، او كان ايه اللي عايزين يدرسوه واللي عايزين يتفقوا عليه او يختلفوا عليه ويحطوا بنوده الاخيره؟ انا مش شايفه حاجه بصراحه. يعني انا مش عارفه هم عايزين ايه،
بيعملوا في الولاد كده ليه؟ هل احنا النهارده يعني نلجا لمين؟ يعني الكنيسه النهارده حطت لنا الماده الثالثه في الدستور، وبعدين يقول لك يلجاوا للشريعه بتاعتهم، وبعدين نيجي نلجا للشريعه بتاعتنا ما نلاقيش دساتير وما نلاقيش اي حاجه بتخص الولاد، طب يروحوا فين؟ ده الكارثه كمان يا استاذ هاني بقى اللي اكتشفتها مؤخرا، ان المسيحي والمسيحيه لو عاوزين يتجوزوا في الشهر العقاري بيفاجئوا ان طالع لهم كتاب اخضر بيقول لهم لا انتوا ليكوا شريعتكم ما تتجوزوش في الشهر العقاري ولا تتجوزوا في المحكمه ولا تتجوزوا مدني. ليه يا اخوانا؟ هو احنا مش مواطنين اقباط؟ احنا مواطنين والجواز بحق اصيل، ان انا اتجوز في اي مكان حتى لو مدني، ازاي تمنع جوازي؟ يقول لك لا اصل الكنيسه مديانا تنبيهات ان احنا المسيحيين المصريين المتجنسين بالجنسيه المصريه ما يتجوزوش في الشهر العقاري ولا يتجوزوا في المحكمه، يا لازم يكون في الكنيسه. انا مش عايز اتجوز في الكنيسه يا اخي. الله، هو في ايه؟ يعني انا عايز اعرف هم عايزين بيعملوا فينا كده ليه؟ بيعملوا في الشعب كده ليه؟ ايوه، هو بالتاكيد يعني اغلب البيانات او اغلب النقاط اللي طلعت في هذا البيان كانت مخيبه لامال الراي العام القبطي كله. حضرتك تحبي تضيفي اي شيء اخر؟ انا بوجه بس كلامي لقداسه البابا، يعني بقول له قداسه البابا من فضلك يعني في اولاد متبهدله ومتمرمطه لان الملف بتاع الاحوال الشخصيه ده ملف شائك وصعب جدا، يعني حرام كده الولاد متبهدلين، يعني بعد يعني جوازات فاشله واقتاد المسيح حضرتك تعلم كمان قال جئت لكل ما حياه افضل، وانتوا قلتوا طلاق روحوا اتطلقوا في المحكمه يا جماعه، يروح الولاد يتمرمطوا في المحاكم ويجيبوا الطلاق بتاعهم او الانفصال، بعد كده يروحوا للمكان المفروض يروحوا ليه الادراشيه اللي هم تبعهم، فيفاجئوا يقول لهم لا استنى 5 سنين، لا انت تستنى 4 سنين، يا عم انا مش متطلق، انا مغير تغيير مله، انا مطلق تغيير مله، ماليش دعوه انا بال5 سنين وانا ما عنديش ولاد ومش متطلق اهاجر ولا تحت البنود، يقول له لا تستنى، يعني انا عندي حالات بتجيلي بتبكي، كنت متخيله ان المره دي هيكون في مناقشه القانون، يا قداسه البابا ارجوك انظر شويه لبتوع الاحوال الشخصيه، وانظر شويه للناس اللي في السجون، وانظر شويه لاختطاف القبطيات، احنا عارفين ان انت عندك ما يثقل كاهلك، لكن برضو ما هو دي من ضمن الاحمال اللي عليك، ولما ربنا اختارك او قعدت على الكرسي المرقصي كنت عارف ان هو في اشواك اكتر من ان هو كرسي للاقباط او كرسي كبير للاقباط. احنا كلنا عارفين ده، لكن ما ينفعش ان احنا نسيب الولاد كده ونرميهم في مهب الريح وبعدين نرجع نقول اترموا للشيطان ليه؟ رابح النفوس حكيم يا قداسة البابا. تاني مرة، رابح النفوس حكيم يا قداسة البابا، أرجوك انظر لبتوع الأحوال الشخصية شوية. شاكر جدا لحضرتك الكاتبة والباحثة القبطية الأستاذة ميرفت النمر. هناك العديد من القضايا اللي يعني بيحمل همها الرأي العام القبطي كله، هناك مش مشاكل ظاهرة اختفاء القبطيات القاصرات والبالغات، عندنا أيضا أهم قضيتين بتشغل رأي العام القبطي أيضا ومتابعها، قضيتي سيدة الكرم وإسكندر طوس اللي بيتم التلاعب بيهم حتى الآن، ومجمع محاكم المنيا بيتلاعب بيهم حتى الآن بينما الكل ساكت. قضية سيدة الكرم بيتلاعبوا بيها بقالهم 5 سنين، 2 يعني استشعروا الحرج، وواحدة حكم في البداية ب10 سنوات وبعدها حكم بالبراءة، وكانوا حاولوا في ديسمبر 2016 ان هم يحفظوا القضية. بعدها اكتشفنا ايضا ان في 5 أقباط ما زال محبوسين بعد انتهاء مدة حبسهم 25 سنة، لسه محبوسين حتى الآن، بقالهم أكتر من 2 3 سنين محبوسين، والدولة بتتحجج بتقول لدواعي أمنية يعني خايفين عليهم فمستمرين في حبسهم بعد انتهاء مدة حبسهم، ودلوقتي قضوا 25 سنة وقضوا فوقيهم 2 سنين وما زالوا محبوسين حتى الآن، وبرضو الكل ساكت. لما بنيجي نتكلم مع الكنيسة بتقول خلوا الأقباط ياخدوا حقهم بالقانون، طيب القانون بيتلاعب بينا هنعمل ايه؟ مفيش حد بيتكلم
الكل ساكت زي ما حضراتكم شايفين. كل هذه القضايا قضايا كتير للأقباط بتقوم وتهدى، عرضناها أمام حضراتكم على مدى أسابيع وشهور وسنوات، وفي النهاية الجاني بيفلت بجريمته، ولا عقاب للجاني، والاعتداءات تتكرر واحدة ورا التانية. إيه أخبار نتائج التحريات والتحقيقات في ظاهرة حرق الكنائس السنة اللي فاتت؟ لما كنا بنطلع ونلاقي كذا كنيسة تتحرق ورا بعض، الأول ماس كهربائي وبعد كده واحد مختل، وبعد كده الاعتداءات توالت على الأقباط، ومش عارفين إيه مصير هذه القضايا. هناك العديد من الاعتداءات اللي حصلت على الأقباط والكل ساكت. اللهم هو واحد داخل مصر اللي كان بيتكلم، واحد أو اتنين أو تلاتة كان بيتكلم، رامي كامل للأسف اللي قبضوا عليه ودلوقتي مسجون منذ نوفمبر 2019 حتى الآن، وكل اللي بيتلاعبوا بيه أو كل اللي بيقدروا يعملوه إن هم بيتلاعبوا بتجديد الحبس الاحتياطي، وكأن الحبس الاحتياطي تحول إلى حكم بالحبس الدائم لرامي كامل زي ما حضراتكم شايفين، وبرضو الكل ساكت. يعني ولا دافعوا عن الأقباط ولا سابوا اللي بيدافع عن الأقباط عشان يقدر يتكلم، ولا حتى دافعوا عنه لما تم حبسه وتجديد حبسه على مدى أكثر من 14 أو 15 شهر حتى الآن. مفروض إن حبس رامي كامل يكون سقط الآن، لأنه الجلسة الأخيرة ما كانش موجود فيها، والمفروض إن هو كان يكون موجود فيها، لكن للأسف كذب أو كذبة النيابة على المحكمة، والمحكمة ما كلفتش نفسها إن هي تعرف حقيقة إذا كان رامي موجود في المحكمة ولا مش موجود، وأخذ تجديد 45 يوم والحبس الاحتياطي 45 يوم في 45 يوم، بقالنا على كده من نوفمبر 2019 وبرضو الكل ساكت. ماذا تتوقعوا؟ هل تتوقعوا إن أحوال الأقباط ستتحسن لما الكل يفضل ساكت بهذه الطريقة؟ لما الرعاة يهملوا الرعية بهذا الشكل ويتم التلاعب بكل قيادانا بكل قضايانا بيتم التلاعب بيها؟ يعني لمسنا كل أنواع القضايا وعرضناها أمام حضراتكم، قضايا الشرف وقضايا العرض، استباحوا قضايا أو استباحوا عرض وشرف الأقباط وبرضو الكل ساكت. لكن لما يطلع بيان هزيل بهذا الشكل يتكلم عن إجراءات احترازية ويتكلم عن بعدم التنمر ومساندة الدولة في مشاريعها وفي الانتخابات، يعني كان يتوقع الرأي العام القبطي، كان يتوقع من الرعاة والمجمع المقدس أنه يحس بآلام الشعب الآن، وإلا سنكون رعية بلا رعاة، وكده تبقى الدولة مع السلفيين ومع المتطرفين استفردوا تماما بالرعية القبطية.